شيرين انت عندك طقوس رمضانيه بعدك لهلا بتشتري الفانوس المخصص لرمضان، بتزيني البيت، العماره بتنزلي على الشارع، بتساعدي الناس، بعدك تعمليهم؟ بحس برمضان كده بكل النور، يعني لما كل نور ما بيكتر بحس برمضان. والصلاة والعبادة أكيد أكيد، بس هو المفروض الصلاة طول السنة يعني مش بس في شهر رمضان، لأن ربنا أمرنا بده ولازم نطيعه. أما عن الفانوس فالحقيقة أنا ما حدش جاب لي فانوس السنة دي غير مدام لميس مرات أستاذ يحيى الفخراني. أها جابت لك فانوس؟ ادتني فانوس صغير كده أنا ومنة شلبي، إحنا أصحاب قوي فرحنا عشان نعيد عليهم، ادتني فانوس صغير كده. صديقتي كيف أنا بالعبيد؟ زي الفل ودايما زي الفل ويا رب دايما إن شاء الله. طيب شيرين، من 2002 لل 2006 ولدتي نجمي، 4 سنوات ما شاء الله عليك، عمرت الأرض، ما بدي أحكي عن كسر الأرض، عمرت الأرض بأغنياتك وبصوتك. كل سنة حطي لي عنوان. 2002 شو العنوان؟ 2002 كان آيا ليل. 2003 كان جرح تاني، كان ألبوم جرح تاني، بس طبعا ما كانش جرح تاني. يساوي شو العنوان؟ يعني كان كنت أسعد واحدة بي. وال2002 اللي كان العنوان شو؟ كان جرح تاني. طيب 2004 2004 كان تقريبا في مشاكل، و2005 نزل شريط لازم اعيش. لازم اعيش، لازم اعيش بقى. طبعا سيبوني اعيش بقى. لازم اعيش. حدا عم بيضايقي؟ في طبعا ناس، في ناس خانقاني. رح نحكي، لكن اذا من اولها كده في ناس خانقاكي بيقدروا لك؟ يعني انا حساسه زياده عن اللزوم، انا تملي بشتكي من الموضوع ده، ان ممكن ناس في مواقف تعديهم ويقولوا يلا، بس انا ممكن كلمه تتعبني وكلمه تخليني اروق في السرير ما اقدرش اقوم فعلا والله، واكتئب ايام. شيرين، بهالسنوات يلي اشتغلتي فيها بالفن، مرت ليله عليكي ليله وحده قلتي انا نجوميتي ما في مثلها؟ لا، ما مرت علي ايام قلت يا ريتني ما كنت نجمه، دي حقيقي. كتير، يا ريتني كنت ست عادية متجوزة وقاعدة في البيت بربي أطفال. لأن أنا بخاف قوي دلوقتي، يعني عشان أنا في أيام بتيجي عليا بموت من الرعب. خوفا من شو؟ مستقبل حاضر؟ نفسي يبقى عندي بيت ويبقى عندي أطفال، نفسي يبقى عندي كيان حياة تانية غير الفن. الفن انا بعتز بيه جدا وبحبه جدا، بس انا خايفه يسرق مني حياتي. بس انت محدده قبل 28 سنه ما بدك تتزوجي، هيك محدده صار ولا بعد؟ لسه. انا 26، انا 80، مواليد 80. بعد في سنتين يعني قدامك معاناه برايك. في السيدة تحدد هي أو الصبي تحدد تقول أنا بهالعمر رح؟ ما فيك أكيد، لا، لأن النصيب ما بيجيش الساعة 2 بعد الظهر يعني. بس عن السؤال اللي أنت سألتني عنه، لما بتكون في شخصيات بتفهم في المزيكا وبتقيمني، أنا بحس إن أنا يعني قد إيه الناس فاهمة أنا جوايا. يعني أنا لما بسمع كلام حلو أنا ما بتغرش، بالعكس أنا بحس إن في ناس عارفة قيمتي. بس أنت فيكي بين مزدوجين جنون الفن؟ طبعاً مجنونة جداً. طبعاً مجنونة جداً رسمي جداً بالفن. بس مزاجك صعب شيرين، يعني الرجل يلي رح يقرر إنه يرتبط فيكي وتكوني زوجته لو بيحبني يستحملني قدي، بس بده يستحمل عمره كله. يعني أنا هديله كل حاجة، ولازم هو كمان كريمة بالحب. قوي الحمد لله. عندك يعني الوسادة الخالية؟ ما انت اكيد عارف كل حاجة بقى. عندك الوسادة الخالية والدموع ومسجز بالليل؟ انا رومانسية جدا جدا جدا. انا الميزان، برج ميزان، رومانسية، كل حاجة عندي رومانسية. شو بتغني بيه رومانسية هيك ببداية الحلقة؟ هغني للبلد اللي انا بعتز بيها وبحبها من كل قلبي، وكل الدنيا عارفين كده. ف طبعا ميرسي من خلالك، انا اسفه ان انا بتكلم في ده، ان انت اتحت لي الفرصه ان انا اعيد على كل الشعب العربي، لاني انا مصريه عربيه. فكل سنه وكل المشاهدين والمستمعين طيبين، وهي هغني بحبك يا لبنان يا وطني بحبك.
بحبك بشمالك بجنوبك بسهلك بحبك بحبك يا لبنان يا وطني بحبك بشمالك بجنوبك بسهلك بحبك تسأل شو بني وشو اللي ما بني تسأل شو بني وشو اللي ما بني بحبك يا لبنان يا وطني. الله يا شيرين الله. بدي بلغ كل المشاهدين وخبرهم بانه بصحيفه الشرق الاوسط كان لك صوره بالصفحه الاخيره يوم الخميس، خبر بيقول المطربه المصريه شيرين خلال غنائها اول من امس قبيل ابتداء المباراه الوديه الخيريه التي اقيمت لصالح دعم لبنان بين فريق مصر ومنتخب لبنان لكره القدم المطعم بنجوم عرب وذلك في استاد القاهره الدولي. هذه هي الصوره. اذا شوف تحبوه. انا بحب، انا اعتزيت جدا بالخبر دوت، يعني بجد من اهم الاخبار اللي نزلت لي في حياتي في جورنال. نعم حبيته جدا، فرحت بيه طبعا. وانت انت حامله لبنان بقلبك، شو اللي خطر على بالك هيك؟ في كثير ناس غنوا للبنان كمان يعني خلال الحرب وكثير ناس حبوا يقوموا باعمال يمكن قد تكون غنائيه وغيرها، بس انت لا. انا احساسي مع احترامي لكلهم، احساسي بلبنان غيرهم كلهم. كل الناس عارفين، من ضباط الامن العام لسواقين التاكسي طبعاً. عارفين انا قد ايه بحب البلد دي. انا بعتز ببلدي، انا مصريه وافتخر اني مصريه وبحب تراب بلدي وبحب كل معالم بلدي، بس لبنان عندي حاجه تانية. يعني بحس بنفسي فيها قوي، برتاح فيها قوي. لما حصل الحرب اقسم لك بالله ان انا كنت في الفتره دي نازله في اوتيل، كان بيتي في عماره بتتبني جنبينا وفي دوشه وكده، فانا كنت نازله في اوتيل وكنت كان عندي حفله ومفروض بكره رايحه بيروت، وبحضر التي في بصيت ايه اللي بيحصل ده. انا مش قادره اقول لك انا حسيت بايه وحسيت بايه بعد كده، كميه الاطفال اللي ماتوا اللي تعبوني، حسيت ان هم اطفالي. الأسر اللي اتشردت، البيوت اللي اتهدت ليه؟ بس الحمد لله أنا لما جيت بيروت ما لقيتش ده حصل في قلب البلد، هو حصل كله في الجنوب. فيعني مش عارفة أقول لك إيه، بس أنا ما كنتش أتمنى كده أبدا للبنان. طيب أبدا. مشاركتك بالغناء يعني للبنان ألغى، ما كان ضمن قرار منع غنائك في مصر وقتها قررت تغني؟ لا لا، بس لما جيت عملت الغنوة طبعا استأذنت منتج ألبوماتي بمسج ما ردش عليها، فعملت الغنوة ونزلتها وهو ما يعني ما قالش حاجة، لأن ده عمل وطني والناس كلها عارفين. والحفلة اللي عملتيها باستاد القاهرة من يومين دي برضو يعني كلموا أستاذ حسن أبو السعود في التليفون، وأنا كان لازم أشارك في حفلة زي دي إعادة بناء بيروت. يعني إيه ما كنش فيها؟ ده أنا كان ممكن ألبس شورت وأنزل ألعب مع اللعيبة كمان مش أغني بس رح نحكي أكتر عن قرار المنع وعدم المنع، بس بدي أسمع كمان لو سمحت منك الأغنية لبنان في القلب لو سمحتي. بيروت الحرب صحيح جبروت، والموت ملوهش لا صدى ولا صوت، هنموت يا زمان ويعيش لبنان، دي حضارة تسع كل الأديان، حضارة تسع كل الأديان. أنا لو صرخت من العدوان مش هشكي وأقول أنا ليه غضبان، وأنا مين مسؤول ولا مين غلطان، ده العالم مدمن للنسيان، ده العالم مدمن للنسيان، والعين بالعين والبادي أظلم، واحنا من الظلم بنتعلم، وما فيش غيرنا يحمي الأوطان، ده العين بالعين والبادي أظلم.
احنا من الظلم بنتعلم وما فيش غيرنا يحمي الاوطان. سوري الله مش قادرة اغني. الله الله بجد بترعش. هيدي الأغنية من كلمات الشاعر المصري نبيل خلف وألحان سمير الصفير الملحن اللبناني. توزيع كريم عبد الوهاب. وعايزة أقول لك إن الغنوة دي اتعملت كنا قاعدين على طاولة عشاء وكلمنا عن حرب بيروت. أنا واحدة من كل الناس اللي سألت ليه؟ في إيه؟ هما ساكتين ليه؟ الفنانين ساكتين ليه؟ يعني أنا كنت عاوزة أعمل حاجة بس ده كان محتاج تحضير. لما كنا معزومين على العشاء قعدنا على الطاوله صدقني جالي حاله من الصمت لدرجه ان انا وقفت عن الاكل. استاذ سمير طبعا كان حاضر استغربني قوي. قلت له انا يعني ايه انا ما عملتش حاجه لبيروت؟ انا حاسه ان صوتي ممكن يخلي الجنود اللي بتحارب يقوى اكتر بصوتي. وانا قدام المايك بعد طبعا ما الغنوه اتنفذت صدقني كان قلبي بيبكي من كل حته في جسمي. كنت بغني الغنوه دي ويمكن الناس كمان خدوا بالهم ان الاحساس كان فيها عالي قوي وقالوا لي غنوا عن لبنان كتير. مع احترامي لكل اللي غنوا لبنان بس انا كنت شايفه لبنان وانا بغني لها. حلو حلو وصل باحساسك وللكل يعني بدنا نشكرهم على كل واحد أكيد بطريقته أكيد عبر عن لبنان. ليلي كمان عنا حالي شيرين كل ليله عنا اخر قصه حالات من ناس بتعاني على يمكن معاناه مرض معاناه وجع. ليله عنا حمديه الخرش. حمديه ما عايشه طفوله مثل ما لازم تعيش طفولتها لانه المستشفى كانت رفيقتها الدايمه. كيف متقبله حياتها حمديه بعمر 11 سنه مع هالكم من المعاناه؟ نسمع باخر قصه من اعداد ماريات يونس واخراج رنا ظاهر. سلامتك ماريات. بفكر في اللي انا فيه بفكر ان ربنا ليه عامل فيا كده بس حكمه ربنا كده. المرض ده حرمني من حاجات كتيره ان انا ما بشوفش بشوف بقلبي وقلبي منور من كل حاجه مش فارقه عندي نظره. بفكر ان بعد ما اموت هتبقى الحياة شكلها ايه؟ الزن هتعذب ولا مش هتعذب؟ ليه تعمل فينا كده؟ سلامة قلبك يا حبيبتي ده شيء قدري طبعا محدش ليه يد فيه. بس في انسان في ناس كتير مفتحين لكن عمي قلبهم اعمى. فانا بقول لها انت ممكن تكوني يعني ان شاء الله يعني في هي بتتكلم كمان عن الاخره فان شاء الله هتشوف احلى حاجه في الدنيا في الاخره يعني ربنا يديها طول العمر. بس اكيد اللي ربنا حرمه من نعمه البصر هيوريه احلى حاجه في الدنيا بعدين في الجنه يعني ان شاء الله. من حيه لحمديه ولاهلها بمصر
وشكرا لانك سمحتي لنا انه نصورك، وقدرنا نستفيد من حكمتك بانه قلبك منور كل حياتك. الله يعطيك الشفاء حمدية الخرش بمصر. بعد هذا الفاصل رح نكون مع مايسترا هذه الليله الرمضانيه من اكيد اكيد مايسترو، اكيد اكيد مع شيرين عبد الوهاب.